بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم ديارة. نعم. رب لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارة دعوة. نعم. دعا بها نبي الله نوح عليه السلام. لكن دعوة واضحة، لكن أنا أحاول أن أصل إلى مقصود معين. نوح عليه السلام أوحى الله إليه أن أحدا لن يؤمن، فالدعوة جاءت بعد علمه الذي علمه الله إياه أن أحدا لن يؤمن، ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال ربي اجعل على الأرض من الكافرين ديارا. على هذا لا يستقيم الآن أن يدعو إنسان بقوله ربي لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا لسببين. السبب الأول لعدم علمه أن أحدا من هؤلاء جميع هؤلاء مقطوع بعدم كفرهم، والأمر الثاني أنه مخالف لما أخبر الله ورسوله عنه من أن الناس يبقون كفار ومؤمنون حتى قيام كفار ومؤمنين حتى قيام الساعة، حتى لا يصبح هناك اعتداء في الدعاء. لكن من أين يتعلم الإنسان الأدب؟ يتعلم الأدب مع الله في قضية أن نوحا عليه السلام يقول يوم القيامة قد كانت لي دعوة فتعجلت بها، فحرم حظه، منع حظه من أن يكون له دعوة في الآخرة. طبعا هذا بقدر الله، ونوح أول رسول الله إلى الأرض، وهو الأب الثاني للبشرية، فمقام نوح في المسلمين في القرآن في السنة على العين والرأس. لكن أنت كمتلقي تخاف على نفسك، فإذا هذا النبي الكريم الذي سماه الله عبدا شكورا وصورة بالقرآن باسمه، أول رسول الله إلى الأرض والأنبياء والرسل بعده تبع، مع ذلك لما أعطي حظا كبيرا أن الأرض أولكت بسبب دعوته، لم قصر عنه الأمر يسيرا حتى يكون لسلم مقام في الآخرة. فالإنسان لا يفرط في الحظوظ الدنيوية، مع أن حظ نوح حظ أخروي، لكن لا يفرط في الحظوظ الدنيوية خوفا من أن يحرم منها شيئا في الآخرة. ولهذا قلنا مرارا إن من أعظم آيات القرآن في نظري تخويفا، هي كثيرة، لكن منها أن الله قال عن إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بمعنى أن هذا لم يسلبه حظه في الآخرة، حتى لا يفهم في حق إبراهيم، لكن في أحد الناس، أفراد الناس، الإنسان كل ما بسط له في الدنيا وأعطي يحمد الله ويشكره، وهذا حق. خاصة يعني نسأل الله العافية من مثل من طلبة العلم، يعني الله لا يفتن، يعني من يعطي شهرة وحظا وقبولا ونفوذا، هذا فيه شيء من الأمور المخيفة. نسأل الله لكم القبول.